ما هي مفاجأة ميسي في عيد ميلاده؟ أولمبياد طوكيو بدون كحول وعناق أو تشجيع وتوقيع، وفيروس التنمر الإلكتروني يطال زوجات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم عبر قناة العربية الرياضة. أسعدوا بمتابعتكم. نبدأ أخبارنا من إسبانيا، حيث طغى الحديث اليوم حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة على مجريات أحداث كأس أوروبا. التقارير الصحفية تناقضت فيما بينها بشأن حقيقة توقيعه العقود الجديدة، وكالعادة كل يدلي بدلوه. برنامج الشيرينغيتو الشهير أكد وبشكل قاطع اتفاق ميسي على تفاصيل العقد الجديد والبقاء موسمين في إقليم كاتالونيا دون تغيير في راتبه السنوي. أما عن الإذاعات الإسبانية فأكدت هي الأخرى من طرفها أن ليو لم يتوصل لأي اتفاق مع برشلونة، ونفت تماما إعلان تجديد العقد يوم الخميس بالتزامن مع عيد ميلاده 34. ننتقل إلى أولمبياد طوكيو، فقبل شهر من ساعة الصفر كثر الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن القوانين الصارمة التي ستقام فيها الألعاب بسبب فيروس كورونا. تلك القوانين بحسب ما أعلن المنظمون تمنع الأجواء الاحتفالية وشرب الكحول أو العناق، إلى جانب عدم السماح بطلب توقيع من الرياضيين أو التعبير عن دعمهم لفظياً أو التلويح بمنشفة أو القيام بأي نوع من الهتافات الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجمع الناس. والآن مع أخبار البطولة الأوروبية، وبالتحديد زوجات لاعبي المنتخب الإنجليزي اللواتي تمكنا من تقديم الدعم لأزواجهن عبر التواجد في المدرجات رغم تعرض العديد منهن للتنمر والسخرية من خلال السوشيال ميديا. كيتي جودلاند زوجة هاري كين تواجدت في لقاء إنجلترا وتشيكي الأخير ولم تبدي أي اهتمام بالتعليقات الخاصة بملابسها ووصفها بالمحقق. أما عن ساشا أوتود صديقة جاري ولش فواجهت حالة التنمر الإلكتروني باللامبالاة، متسلحة كما يقال بقبعتها التي تباهت بها داخل الملعب وأثارت بحسب وصفها غيرة الكثيرين. الختام مع السنغالي خليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي الذي احتفل وبطريقة مميزة بعيد ميلاده 30. احتفالية لاعب نابولي الإيطالي تضمنت قيامه بعمل خيري تجاه بلاده السنغال من أجل مواجهة تداعيات كورونا وتقديم سيارتي إسعاف إلى جانب آلاف الأقنعة والأدوات الطبية.